مساء الخير. بدأنا من أسابيع ملف اتكلمنا فيه عن حكم الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو واحد من أبرز أئمة أهل السنة في التاريخ الإسلامي، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، هو ثالث الأئمة الأربعة، هو اللي أسس علوم أصول الفقه، وكان إمام في علم التفسير وعلم الحديث. اتولد في غزة واتدفن في مصر من 1200 سنة، وبرغم كل السنين دي لكن علمه وتأثيره حاضر، وتسمى الإمام المجدد وعالم العصر. وبعيد عن علومه وفقهه وكتبه، فالشافعي كلامه العادي كان حكم عاشت معانا لحد دلوقتي، فحكمه وكلماته منهج للحياة وللأخلاقيات وللتعاملات، وده اللي عملناه الملف ده. اتكلمنا كل يوم عن حكمة من حكمه وتعمقنا في معانيها ومدلولتها، والنهاردة هنختم الحكم بحكمة ووصية من أهم وصايا الإمام الشافعي. قال فيها: إن كنت في الطريق إلى الله فأركض، وإن صعب عليك فهرول، وإن تعبت فأمشي، وإن لم تستطع كل هذا فسر ولو حبوا، ولكن إياك والرجوع. الحكمة دي هي منهج للحياة، إنك طول الوقت تبقى ماسك الطريق، ما تسيبهوش، سواء هتجري فيه أو هتمشي ببطء، لكن ما تتراجعش، أنت على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. لكن الفكرة إننا إزاي نقدر ننفذ ده ونضمن إننا على الطريق وما بنتراجعش عنه. العلماء قالوا إن أول خطوة وأهم خطوة في الطريق لربنا لازم تكون موجودة هي اليقظة. يعني إيه اليقظة؟ يعني تصحى من الغفلة، تتأكد إنك طول الوقت أنت مش مغيب، واعي أنت بتعمل إيه وواصل لفين، فكونك قربت أو بعدك ده واخد بالك منه، مش سايب نفسك وخلاص. هو ليه؟ من أساسيات الدين إنه لا حرج على النايم أو اللي فقد عقله أو الناسي، لأنه مش واعي. فالطريق إلى الله محتاج وعي، محتاج يقظة، وده يفسر لنا ليه كتير بنكون بنعمل عبادات، صلاة وقرآن وصيام، لكن ملهمش تأثير علينا، ده سببه غياب اليقظة. طيب إزاي تتوجد اليقظة دي؟ أول خطوة تخلينا نستوعب فكرة اليقظة وضروريتها هي معرفة معلومة أساسية، إن الدنيا دار فناء وإننا هنا في مهمة. إحنا عارفين إن في موت، لكن مش مدركينه قوي ومستبعدينه دايما ومتشبثين بالدنيا بزيادة. فدي معلومة محتاجين نستحضرها، مش باكتئاب لكن بواقعية، نسأل نفسنا ونفكرها طول الوقت بسؤالين: أنا هنا ليه وبعمل إيه؟ كل سعي ويومي ونومي وخناقي وتفكيري وشعوري ربنا فيهم ولا لأ؟ ربنا موجود في حياتي وفي تفاصيلي ولا مش دايما؟ ودي بداية اليقظة. في آية بتقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. يعني على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: لو هلخص لكم كل العظة هختصرها في عظة واحدة، هي أن تقوموا لله. هي دي ملخص معنى اليقظة. يعني إيه نقوم لله؟ يعني كل عمل بنقوم بيه وكل فكر وشعور يبقى لله خالص له، فنبقى متيقظين في كل خطواتها بنعملها ليه والمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب بخطوات عملية إزاي نطبق اليقظة؟ قالوا العلماء إن اليقظة تتطبق من خلال ثلاث حاجات. أول حاجة ملاحظة النعمة، يعني إن القلب يقدر يلاحظ ويشوف النعمة فتوصلك للمنعم، ودي عايزة تدريب، بندرب نفسنا على إننا ناخد بالنا من الموجود، من أقل نعمة عندنا، مش بس شغلنا المفقود والنقص. تاني حاجة الوقوف على الخطأ والرجوع عنه، بمعنى إنك تقدر تشوف الأخطاء اللي بتعملها، مش إنك تتعود عليها وسايبها، وتتوجد الهمة جواك إنك توقف الغلط ده. تالت حاجة معرفة قيمة العمر والوقت، الساعة اللي بتعدي وأي لحظة مش هترجع تاني، فضروري نبقى واخدين بالنا قوي الوقت والأيام بيخلصوا في إيه. النعمة، الخطأ، والوقت، دول تلات حاجات أساسية محتاجين نتابعهم بيقظة وتركيز، لأن ده اللي بيضمن لك إنك على الطريق. وحتى لما تأثر فيهم فاليقظة بتخليك ترجع تاني، مش سايب نفسك. ساعتها بنقدر نطبق معنى ففروا إلى الله بدرجاتها وحسب كل واحد وهمته وقدراته. بنسبق خطوات وبنتراجع خطوات، لكن ما بنغيرش الطريق. هنتكلم عن الحكمة بالتفصيل مع ضيفنا الشيخ مصطفى الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.